يا فندم، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بنتي انا من محافظه المنيا، بنتي في تانيه ثانوي، من ساعه ما قعدت وهي مش بتحوش عينيها من على المذاكره، والله تقرا وجهها من كتر قعد المذاكره، وتروح النهارده محافظه ايه يا فندم؟ محافظه ايه؟ محافظه ايه؟ محافظه المنيا، مكتب ولا مزار. يعني هي دلوقتي امتحنت الرياضه ولا لسه؟ لا امتحن ايه يا جد، الوقت مفحوره من العياط، دخلت العربي عشان تمتحن ورجعت للساعه 10:30 الا 5، وبعد كده دخلت على النت اللي احنا شحناه لها امبارح، دخلت تلت ساعه بس خلوها حلت فيها العربي، بعد كده دخلت الرياضه ما رضيش يفتح بتاتا، والمدرسين طلعتها بعد ما الوقت عمل ما رضيش يقعدوا معاهم تاني. طب يعني هي دلوقتي هي عملت ايه دلوقتي؟ عملتش محضر؟ عملت محضر بس يعني هيستفيد ايه المذاكره اللي هي ذاكرتها؟ حرام عليه، حرام عليها، في ولادنا ايه؟ احنا بنقدم الشكوى دي لربنا وثم سياده الرئيس ان شاء الله. ربنا ينتقم منه ان شاء الله، ربنا ينتقم منه زي ما ينتقم من ولادنا ان شاء الله. عملوا ايه ولادنا؟ اللي عاوزين نعرف ولادنا دول عملوا له ايه؟ ده هم مستقبل البلد ان شاء الله. سياده الرئيس هياخد قرار ان شاء الله. تطلع من الاوائل وتطلع من الاوائل وتدخل سنه وعام عشان تطلع حاجه، ودلوقتي بتذاكر وتعمل كل اللي عليها وتروح ما تلاقيش الامتحان، حرام حرام. ان شاء الله هعمل انا بس مباشر دلوقتي اتكلم عن كله عن طالب سياده الرئيس وقلت ان شاء الله. دي مكالمتي دي يمكن توصل للرئيس. هتوصل للرئيس ان شاء الله، هنوصلها. هروح حتى ورقي، انا مش منطلب انه يمتحنهم زي زمان، يمتحن نفس الامتحان بس ورقي، حرام عليهم حرام عليهم. ماشي يا فندم، هدي نفسك بس، هدي نفسك، هدي نفسك، سيبها لله. انا اسف يا استاذ اسامه. لا تحت امرك. حط نفسك مكاني. انا والله كوره من العياط. لا ربنا يسهلها ان شاء الله. ان شاء الله. السلامه. ماشي، مع السلامه.